مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الاجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بداية أحداث اللقاء. يسعى اللعبها مباشرة إلى الأمام. لمسة إلى الهجوم. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يلعبها لمنطقة الخطر. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. كرة إلى الأمام. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. عدت الكرة. يقطع الكرة. يلعب كرة طولية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحتسب الحكم ركلة حرة. ثم كرة عرضية. كرة تمر بسلام على المدافعين ويعود بالكرة إلى الوراء. كرة عرضية. يحاول لعب الكرة بالرأس. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع.
وها هي نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. قطر سيطرة كاملة على الشوط الأول لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكل هذه الفرص. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يلعبها عرضية، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة، لمسة بينية، يلعب عرضية داخل الثمنتاش، كرة تمر بسلام على المدافعين. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. جديدة. ينجح في إبعاد الكرة. كرة تعود للخلف، فرصة للتسديد. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. الأردن يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. قطر يسجل الهدف الأول للمباراة، تقدم مستحق. يبحث عن المهاجم، يبعد الكرة عن المرمى. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة للمنطقة الأمامية. أي دفاع عن هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار عن هذا؟ الكرة ملعوبة من مسافة. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. كرة طولية إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم،
لاعب في وقت بعد ان انتهى الوقت الاصلي والوقت المضاف بدل الضائع صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة الدفاعية، جدار برلين. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. سيداتي وسادتي نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.